أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. طبعا عيد الأضحى وذبح الأضاحي بيرتبط أيضا بتناول اللحوم في هذه الفترة بكثرة بمختلف أشكالها. طبعا اللحوم لها قيمة غذائية عالية وبتمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المهمة، يمكن من أبرزها عنصر الحديد، ولكن أكيد مع الإكثار من تناول اللحوم وبأشكال مختلفة والإفراط في اللحوم أكيد بيكون ليه أضرار. إزاي نقدر ناكل اللحوم في فترة عيد الأضحى وعلى طول أكيد بشكل يفيد جسمنا ونبتعد عن هذه الأضرار، أو روشتة لتناول اللحوم والتغذية السليمة في فترة عيد الأضحى؟ ده اللي هنتعرف عليه مع ضيفنا في الاستوديو دكتور عبد الرحمن طه، أستاذ علوم عبد الرحمن محمد عطية. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الرحمن، استاذ علوم وتكنولوجيا الاغذيه بجامعه حلوان، وكل عام وحضرتك بخير. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. يعني اكيد في البدايه زي ما قلنا انه بيرتبط عيد الاضحى تحديدا بتناول الاكلات اللي بيكون اللحوم مكون رئيسي فيها، لكن اكيد الاكثار في تناول اللحوم بيكون مضر، فازاي بتشوف هذه العادات في هذه الفتره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بصحة وسلامة، وعيد سعيد عليهم بإذن الله، عيد سعيد عليهم بالصحة والعافية والأكل الذي يتناسب مع أجسامهم. بالنسبة لجميع الأعياد عندنا والمناسبات مرتبطة بالأكل، لو مريتي على كل المناسبات وعلى كل الأعياد اللي عندنا هتلاقيها مرتبطة بالأكل. من اللي بنتكلم النهاردة على عيد الأضحى، احنا بنقول ان الانسان بيحب اللحمة ويعشق الفتة باللحمة ويموت في الممبار والسجق، وايضا يتمتع بمرقة اللحمة. فاحنا بنقول للانسان تمتع بكل حاجة، ومن حقك ان انت تتمتع بالاكل، ولكن احرص على ان تمتعك ده لا يؤثر على صحتك. انت من حقك تتمتع، ولكن من حق جسمك ايضا ان هو يكون سليم. والتمتع بالصحة والتمتع بالاكل مرتبطين ببعضهم. الارتباط ما بين الاكل والصحة ارتباط وثيق، يعني لو أكلت كويس ومتزن والعناصر المعدنية كلها خدتها متزنة هيحصل عملية صحة جيدة. طب ما أكلتش كويس يبقى هيبقى الصحة ضعيفة وهزيل. إذا الاتنين مرتبطين ببعض، وقلنا الإنسان دائما يتذوق أي شيء بعقله وليس باللسان. وبالتالي فإحنا بنتكلم النهاردة عن اللحوم. اللحوم هي مصدر أساسي للبروتين الحيواني اللي هو مكتمل القيمة الغذائية، وكل الشعب المصري حريص على أكل اللحوم، ولكن معظم الجمعيات الطبية والجمعيات التغذية والجمعيات التي لها علاقة بالغذاء توصي بأن الإنسان مننا لابد أن يأكل الكمية المناسبة لها. ايه هي الكمية المناسبة لها؟ ايه هي الكمية المناسبة لها؟ هي عبارة عن قطعة لحم ما بين 100 الى 150 جرام في اليوم. طيب بياكل قد ايه لحمة في طوال الاسبوع؟ مرتين او ثلاثة. اذا احنا جايينا عيد الاضحى، طيب الانسان هيه لو هو فطر الصبح بالفتة باللحمة، طيب هيتغدى لحمة، هيتعشى لحمة. إذا أنا لما أمسك الثلاثة دول هلاقي إيه؟ هلاقي إن هو كل في اليوم واحد ما يعادل أسبوع. وبالتالي ده هيأثر على إيه؟ على صحته. وإحنا بنقول إيه؟ تمتع بكل حاجة، بس تمتع بالقدر المعقول والمعتدل. نيجي بقى بعد كده، إحنا بنقول علشان تاكل اللحمة وتستفيد منها ولا تسبب أضرار لابد من وجود طبق السلطة. طبق السلطة فيه إيه؟ فيه حاجات زاهية اللون، فيها اللون الأحمر زي الطماطم، فيه اللون الأخضر زي البقدونس، فيه اللون الأبيض زي البصل، فيه اللون الأصفر
زي الجزر، هنلاقي ان البقدونس بس لوحده، وده كان جرت العاده عند البياع عند الكبابجي، كان بيحط طبق البقدونس تحت ايه اللحمه ويقدمه للمستهلك. فهذا الزمن اصبح الوقت البقدونس بيترمي في سله المهملات وياكل الانسان اللحمه بدون بقدونس. البقدونس ده فايدته ايه؟ اولا غني بالعناصر المعدنيه، غني بالفيتامينات، غني بالفيتوكيميكال اللي هي مضادات الاكسده اللي هي هتاكسد لي المركبات الناتجه عن هضم اللحوم وتسبب ضرر للانسان. طيب نمره اتنين، البقدونس بيساعد الكبد على افراز العصاره الصفراويه التي تساعد على هضم الدهون. طيب البقدونس بيعمل ايه؟ بينشط الكلى على افراز حمض اليوريك اللي هو ممكن يترسب في المفاصل وبيؤدي الى النقرس وتعب المفاصل. طيب يمكن حضرتك بتتكلم عن اللحوم وتقديمها بشكل خاص مع البقدونس، يعني بيرتبط ايضا هذا الموسم باقبال البعض على شواء اللحم تحديدا. ازاي برضو ممكن ناكل اللحم المشوي بس بطريقه ما تكونش مضره او فيها مواد ضاره؟ هي الشاي احد طرق الطهي. الطهي معناه ايه؟ معناه ان انا بحول الماده من صوره غير قابله للاكل الى صوره قابله للاكل، وتكون أكثر أمانا وأسهل هضما وأشهى، يبقى بتحقق الأربع إيه حاجات دول. الشاي أحد طرق الطهي. طب الشاي بنقول عليه إيه؟ ليه خطوط معينة. إيه هي؟ في ناس بتشوي اللحمة اللي هي الملبسة اللي يطلق عليه الملبسة اللي هي ملتصق بها كمية عالية من الدهن. طب لما يجي يشوي اللحمة الملتصق بها كمية عالية من الدهن هينزل يسيح الدهن على الفحم ويطلع ايه الدخان. الدخان ده في بعض المركبات الضاره بصحه الانسان هتلتصق بايه باللحمه ويتناولها الانسان، فدي احد الاضرار المدى. طب نعمل ايه لما نيجي نشوي اللحمه؟ نشوي اللحمه الخاليه من الدهن. كل الناس عندهم اعتقاد ان هو يحب الدخان اللي هو طالع اثناء عمليه الشاي. لا، احنا بنقول له ان الدخان ده ضعف. نمره اتنين، لما تيجي تشوي اللحمه لابد من وجود مسافه ما بين منطقه الشاي واللحمه على اساس ان هي ايه ما تؤديش الى حرق اللحمه. في بعض الناس يحب يقول لك ايه اللحمه الناشفه المحروقه، المحروقه دي بتتكون فيها مركبات هيدروكربونيه وبراونينج رياكشن بيحصل فيه تفاعلات بنيه. المركبات دي اللي هي الهيدرو سايكل امين. الهيدرو سايكل امين ديت ايه؟ احد اضرار اللحمه المشويه. طب بنعالجها بايه؟ بنعالجها بان احنا زي ما انا قلت لسعادتك ان احنا المسافه ما بين مكان الشاي واللحمه مسافه كبيره. نمره اتنين، اكل اللحمه المشويه مع الايه؟ الليمون والحاجات الخضراء على اساس ان هي بتتخلص لي من المركبات الكربونيه. نمره ثلاثه، لما تيجي تشوي ان سمكها يكون رقيق. ليه سمكها يكون رقيق؟ علشان تنضج بسرعه وما يتكونش عليها اي ايه؟ اي مواد ادخنه. نمره ثلاثه، لما تيجي تشوي اللحمه على الصاج لابد من ان الفحم يكون محروق حرق كامل، ما يكونش الفحم لسه بيطلع دخان واقوم حاطط اللحمه، اسيب ايه الفحم لما يولع ويترك الدخان خالص ويبقى متوهج، احط ايه اللحمه في السيخ، والسيخ لابد من تنظيفه لان بيبقى في السيخ بعض ايه كتل من اللحم المحروق من ايه الشاي السابق، فلا بد من تنظيفه ووضعه اعلى مكان الشاي حتى لا يلتصق به ويكون مركبات ضاره بصحه الانسان. طيب تمام، حضرتك بتتكلم عن يعني اللحوم اللي بتكون مختلطه بدهن او فيها دهن كبيره، او اللحوم اللي بتكون خاليه من الدهون وبتفضلها في الشواء. يعني افضل انواع اللحوم بالنسبه لتناولها عشان نستفيد من اكبر قيمه غذائيه ليها. احنا عندنا نوع اللحوم نوعين.
في لحمة بتحتوي على أنسجة ضامة أقل وتبقى طرية. ودي بتكون فين؟ عند العمود الفقري اللي هي الضلوع والإنتركوت والفليتو. في لحمة بتحتوي على أنسجة ضامة كبيرة، ودي بيكون عند العضلات التي تبذل مجهود زي الفخذين والرقبة والكتف. طيب لما بنيجي نمسك اللحمة دي سواء كانت طرية أو سواء كانت أنسجة ضامة، بيلاحظ أن الأنسجة الضامة لما تيجي تشويها بيحصل عملية زيادة خشونة. طب أنا يبقى أشوي إيه؟ أشوي اللي بتحتوي على أنسجة طرية زي إيه؟ الانتركوت أو الضلوع، ودي بتحتوي على كمية دهون إيه؟ أقل، وبالتالي بنسمح لها بالشاي. أما الأنسجة، أما اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون فبتجرى لها عملية السلق. ليه عملية السلق دي؟ بتكون لي جزء من الشوربة التي لها طعم ومذاق. ولما أجي أسوها في مية مغلية محطوط عليها بصل، محطوط عليها عصير ليمون، محطوط عليها مستكة، وبالتالي بلاقي ان شوربة اللحمة بتبقى افضل في هذه الحالة. طيب يعني غير الشوي او السلق، ايه افضل انواع اللحوم؟ يعني احنا هنا في عيد الاضحى بيكون في ذبائح متعددة او اضاحي متعددة، في الخراف، في الابقار، في ايضا غير ذلك، يعني ايه افضل انواع اللحوم اللي بيحصل منها الجسم على اكبر استفادة ممكنة؟ اللحوم كلها الإنسان بيحصل على استفادته كاملة، سواء كان لحوم ضاني، بقري، جاموسي، ولكن هي في عملية الهضم. دايما اللحوم الصغيرة أسهل هضما وأكثر نضجا وأكثر امتصاصا داخل الإنسان. أما اللحوم الكبيرة اللي هي لحم الكندوز فهي بتكون ذات طعم جميل وقيمتها الغذائية عالية، ولكن بتحتوي على أنسجة ضامة كثيرة، لأن كلما كبر الحيوان كلما زادت نسبة الأنسجة الضامة وكلما زادت الألياف الدهنية الموجودة ما بين الأنسجة اللحمة. طيب يعني هناك أيضا البعض بيعاني من أمراض زي أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو ما إلى ذلك، يعني إزاي يتناولوا اللحوم؟ أي تناول لحوم لابد بأن هو يكون مسلوق، وده أفضل كبير جدا. لأن اللحوم المسلوق بتبقى إيه؟ بتتفكك الأنسجة الضامة من بعضها. نمرة اتنين، بيحصل عملية أن لما بيجي يأكلها الإنسان ما بياخدش إيه؟ وقت كبير في هضمها، لأن كسر التناول اللحوم بأي طريقة أخرى بتعمل إيه؟ إعاقة لحركة المعدة، نمرة اتنين إعاقة لعمل القلب، نمرة تلاتة إن هو بيحصل الإنسان عنده يضعف النشاط عنده. طيب ده بالنسبة لطريقة تقديم هذه اللحوم لأصحاب الأمراض المزمنة. الكميات المناسبة أيضا ليهم، الكمية المناسبة ما بين 100 إلى 150 جرام لحمة زي الإنسان العادي الطبيعي، زي الإنسان العادي الطبيعي جدا. ولذلك إن إحنا بنقول إيه؟ إن في بس مريض الكلى، إذا كان مريض الكلى فبرضه بنحترس من كمية اللحوم الكتيرة، لأن بيكون في النهاية يوريك أسيد فبيؤدي إلى تأثير الكلى على إنها تفرز هذا الحامض خارج الجسم فبيبقى عبء كبير جدا على الكلى. طيب نعود للحوم الأضاحي مرة أخرى، ويعني من المعروف أنه بعد ذبح الأضحية على طول بيسارع الناس في طهوها بأشكال مختلفة وتناولها، لكن يعني من المعروف أو اللي بيقال أنه تناول اللحوم لازم يكون بعد مرور 6 ساعات على الأقل على ذبحها، يعني مدى صحة هذه المعلومة؟ هي صحيحة المعلومة، لأن اللحمة في الوقت ده في مرحلة اسمها التيبس الرمي. يعني ايه؟ يعني التيبس الرمي يعني متخشبة او جامدة او صلبة. لما بيجي تعمل عملية طهي ليها بيتتفكك، وبالتالي بتأثر على قيمتها الغذائية وعلى طعمها. طب بيعمل ايه؟ بقى دايما الذبائح بعد ذبحها تلاقيها بيمرروا في تلاجات. التلاجات بتعمل عملية ايه؟ عملية فك التيبس الرمي ده
اللي موجودة في العضلات ويحدث ليونة للعضلات، وبالتالي عملية تطرية ليها، وبالتالي يبقى إيه أسهل هضما وأسهل امتصاصا وأسهل استفادة فيها. يعني فلا بد من وضعها في التلاجة بعد ويتاكل منها بعد 24 ساعة كمان، مش ست ساعات، مش ست ساعات كمان بعد يعني تدميل لكن احنا عندنا في مصر لا، هو تذبح دلوقتي خدي يا بنتي اعملي الشوربة اعملي الفتة على طول وتقوم ايه واخدة اللحمة، لا المفروض ان انا ايه اكون حطها في التلاجة مدة تجميد مبين. مش تبريد يعني تجميد تبريد مش تجميد في التلاجة العادية لمدة 24 ساعة. 24 ساعة، طب ما بيتحط عندك في قلب التلاجة عند الجزار في عملية تبريد مدة 48 ساعة ما بيجرالهاش حاجة، ليه؟ لأن أول اللحمة بيحصل عملية تفكك والتيبس الرمي وبعد كده بتبقى عملية إيه؟ لينة. تمام، يعني أكيد بننصح المشاهدين إن هم يلتزموا بهذه النصائح عشان يحصلوا على أكبر استفادة من اللحوم بعيداً عن أضرارها. يعني لو في نصائح أخرى حضرتك بتقدمها للمشاهدين بمناسبة عيد الأضحى وعادات غذائية معينة معتادين عليها والأفضل إن هم يغيروها. هو أنا عمري ما هقول الإنسان يحرم نفسه من اللحم، ولكن اعمل التقليد العادي. أنت بتاكل اللحمة كل يوم في الغداء، يبقى تاكل اللحمة دي في الغداء حتة حتتين، أكتر من كده لا. ليه؟ لأن كل ما زادت كمية اللحوم التي يتناولها الإنسان كل ما زادت كمية الإيه حمض اليوريك الذي يؤدي إلى إيه النقرس ويؤدي إلى إيه إجهاد الكلى. مش بقى يعني العيد هو ده اللي هيؤدي إلى الكلام من ده عشان الناس المستمعي برضو إيه ما يقولكش بقى يعني أنت هتحرمنا كمان في العيد، لا بقوله إيه كل حتة أو إيه حتتين على أساس إيه الحتة دي، لأن كمان حاجة إن زيادة البروتين الحيواني بيؤدي إلى تكوين أحد مكوناته الكارناتين. كارناتين بيحصل إيه في الكارناتين ده؟ بيؤدي إلى تكون تراي ميثايل أمين أوكسايد، ده بعض المركبات علشان ما نشغلش المستهلك بيأثر على إيه؟ على الشرايين، فبرضو الدهون بتأثر على الشرايين بارتفاع نسبة الكوليسترول، أيضا البروتين بيأثر على تصلب الشرايين، يبقى إذا اللحمة أيضا لما بتيجي إيه عدم هضمها بيفضل في الأمعاء الغليظة. طب لما تظل في الامعاء الغليظه بيحصل ايه؟ بكتيريا التعفن بتشتغل عليها وينتج ايه؟ غازات واحماض، والغازات والاحماض الاحماض دي تترسب في المفاصل وتؤدي الى وجع المفاصل. اذا احنا بنقول ايه؟ الاعتدال في كل شيء افضل شيء، انا لا احرم احد من شيء ولكن اقول له اعتدل في تناول اي شيء مهما تحبه. اكيد. دكتور عبد الرحمن محمد عطية أستاذ علوم تكنولوجيا الأغذية بجامعة حلوان، بنشكر حضرتك على هذه الرشدة والمعلومات الطبية المهمة. شكرا. أشكرك يا فندم وكل سنة وطيبين والشعب المصري بخير وبصحة وسلام. شكرا. مشاهدينا الكرام كنا معاكم على مدار 3 ساعات وهذا الصباح لأول أيام عيد الأضحى المبارك. غدا بإذن الله فريق عمل جديد وجولة أخبارية متنوعة وأيضا فقرات حوارية مختلفة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. ابقوا معنا، إلى اللقاء.